السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل حاجة جديدة، اللي هي هنغير الأولسيل بتاع مدفع الدربوكس. أولسيل مدفع الدربوكس ده اللي هو بالمنظر هنا، ده دي الكاوتشة طبعا اللي هي بتبقى مغطية المدفع بالأولسيل. الأولسيل هنا هو اهو الاسود ده اللي كلنا شايفينه. طبعا الأولسيل ده المفروض ان هو بيبقى راكب كبس في الدربوكس من تحت، من هنا طبعا. الأولسيل ده طبعا بيجيب زيت، بينزل الزيت اللي جوه الدربوكس. طبعا الزيت ده بيعمل عملية ليونة لحركة التروس اللي جوه الدروبوكس. طبعا لما الزيت ده ينزل مش هتبقى فيه الحكاية دي، وهيشكل خطورة على الدروبوكس بتاعنا. طبعا احنا عشان كده بنغير الأولسيل اللي هو اللي جوه ده. الأولسيل ده طريقة تغييره سهلة قوي. بننظف الأول المكان ده كويس بالبنزين أو بالجاز، بيتنظف كويس جدا. وبعدين بنفك المسمار ده علشان نقدر نطلع دي الجزئية دي. بنفك المسمار ده ونسحبه، وبعدين نبدأ نطلع الجزئية دي من الأكس. بنفكها لورا بترجع معانا، وطبعا بنرجع ده، بنشيلها وبنبدأ نشيل الأولسيل ده ونعمل عملية تنظيف تاني. طبعا ده بيتسحب لورا، هتشوفوا كل ده في الفيديو طبعا معانا. هنعمل عملية تنظيف تانية بعد ما بنحل كله، ننظف تنظيف كويس، وبعدين نبدأ نركب الأولسيل الجديد ونكبسه، ونبدأ نرجع الكاوتشة دي تركب عليه تاني. الكاوتشة دي اسمها كاوتشة مزيكا مانع للأتربة، دي بتحافظ على ان التراب ما يدخلش هنا فيدخل جوه الأولسيل يعمل عملية تآكل مع مرور الوقت. طبعا دي عصاية الفتيس، ده طبعا احنا شايفينه، ده كل ده كده رايح لحد عصاية الفتيس هناك. طبعا معرفش هتجيب معانا التصوير ولا لا، لحد هناك خالص كده، ده كده عصاية الفتيس. فطبعا دي كلها بتاخد حركة داخل طالع جوه الدروبوكس بتاعنا. فدايما نحاول ان احنا نخلي الكاوتشة دي كويسة ونقفلها كويس علشان خاطر ما تدخلش اي اتربة جوه الدروبوكس بتاعنا او جوه الأولسيل بتاعنا، فطبعا يبوظ، فالزيت الموجود ينزل وبالتالي يشكل خطورة على الدروبوكس. دلوقتي هنبدأ نحل المسامير دي علشان نطلعها. طبعا احنا هنحل المسامير بتاعتنا دي علشان نبدأ نخلي المنطقة دي حرة، ونطلع الكاوتشة والأولسيل كمان زي ما احنا عايزين. طبعا شايفين اهي طلعت دي الضفدعة اللي احنا طلعناها. وبعدين طبعا احنا بنحل المسمار التاني علشان نقدر نطلع الأولسيل بتاعنا والكاوتشة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا بنحاول نطلع المسمار ده، ايوه كده المسمار بتاعنا طلع. طبعا ده الاكس ده اللي احنا شايفينه اللي هو بيدخل ويطلع، ده طبعا وظيفته ان هو
ينقل الحركة من عصاية الفتيس جوه الدور بوكس. طبعا دخوله وطلوعه ده دايما اللي باستمرارية ده بيعمل لو في أتربة هنا بتدخل جوه بتعمل عملية تآكل للأولسيل بتاعنا اللي هو اللي احنا شايفينه ده. طبعا انا هنطلع دي دلوقتي وبعدين هطلع الكاوتشة دي بره وهتشوفوا معانا واحدة واحدة احنا بنغيرها ازاي. طبعا احنا طلعنا دلوقتي التيلة اللي كانت هنا، بنبدأ نسحب الكاوتشة دي زي ما احنا شايفين كده وبعدين نبدأ نطلع الأولسيل ده، بننطره بنفك عادة هتشوفوا دلوقتي. طبعا دلوقتي احنا هنبدأ ننطر الأولسيل بتاعنا ده، نطلعه بالراحة كده زي ما احنا شايفين بيطلع اهو معانا. طبعا الأولسيل طلع اهو. طلع طبعا المفروض ان في زيت بينزل من هنا. طبعا انا مفضي زيت البروبوكس الاول لانه طبعا المفروض انه دي ما تنزلش اي زيت. طبعا شوية الزيت اللي باقيين في الدروبوكس في شوية صغيرين كده مش هينزلوا دلوقتي طبعا، ولكن احنا محتاجين ان احنا بعد ما نخلص الموضوع ده نكمل نملى زيت الدروبوكس تاني. طبعا دلوقتي احنا طلعنا الأولسيل اللي هو اللي بايظ زي ما احنا شايفين، هنعمل بقى عملية تنظيف كويس للمنطقة دي قبل ما نركب الأولسيل التاني. قبل ما نركب الأولسيل الجديد هنعمل عملية تنظيف هنا عشان ما ندخلش الوسيل الجديد معاه أتربة. طبعا احنا دلوقتي هننظف هنا المكان ده كويس قوي. التنظيف ده عشان ننزل اي تراب موجود او اي رواسب موجودة بننظف الاول قبل ما نشتغل كده. احنا غسلنا المكان ده كويس قوي. طبعا دلوقتي الأولسيل الجديد اهو معانا، نبدأ بالراحة كده نبيته في مكانه. طبعا احنا دلوقتي بيتنا الأولسيل بتاعنا ده في مكانه تاني. طبعا ده الأولسيل الجديد بيتنا في مكانه، وبعدين هنكبسه بقى لجوه كويس عشان ما يهربش تاني معايا. فهنجيب حاجة زي دي كده، ماسورة زي دي، طبعا اكيد شايفينها اهي الماسورة دي مفرغة، طبعا ماسورة بلاستيك بتاعت مية، هنلبسها هنا كده وبعدين نبدأ ندق عليها دقتين من ورا كده عشان نتأكد ان الأولسيل بتاعنا بات في مكانه كويس كده. طبعا كده الأولسيل ركب هنا كويس مكانه، قفل خالص. نجيب
حته شحم مستيكه كده صغيره خالص، نقفل عليها من بره من هنا. بعدين الكاوتشة بتاعتنا اللي هي بتاعت الأتربة دي هنركبها تاني. طبعا الكاوتشة دي نضيفة مفيهاش أي قطع أو أي، كاوتشة كويسة كلها هنركبها. طبعا الأنسيل لما دخل سايب لي شفة صغيرة أوي، الشفة الصغيرة دي عشان يبات فيها ده. طبعا أكيد شايفينها الشفة صغيرة كده، حتة صغيرة كده هنا دي بتبات فيها الكاوتشة دي عشان ما تطلعش كده. نبدأ نبيتها. واحدة واحدة. كده الكاوتشة بتاعتنا باتت مكانها. لو شدناها حتى ايه هتلاقيها داخلة في الشفة الصغيرة بتاعتها مش هتطلع. باتت هنا في مكانها. نبدأ بقى نجمع كل الأجزاء اللي احنا فكيناها بالتوالي مرة تانية. طبعا احنا كنا فكينا الكيش الصغير ده اللي هو بيبقى راكب في الضفدعة اهو، نبدأ نركبه تاني ونربط مسامير. على فكرة في هنا ده مسمار بصامولة، يعني ده كان مفكوك قبل كده ومتغير قبل كده. لو أول مرة بتعمل الموضوع ده ممكن تلقى هنا تيلة، مش مسمار بصامولة، تيلة. طبعا التيلة دي من السهل إنها تحط عليها زومبة صغيرة وتدق دقتين بالشاكوش هتنطر التيلة دي. كده تنور عليك. نبدا نربط مسمارنا وصامولتنا تاني. نبدا نربط المسمار بتاعنا تاني. كده احنا ربطنا المسمار بتاعنا كويس قوي. طبعا احنا قلنا ان هنا ممكن نلقى تيلة مكان المسمار ده لما نيجي نشتغل لأول مرة، ممكن نلقى تيلة. بعد كده بنركب بقى الضفدعة بتاعتنا.
كده نجيب الضفدع بتاعتنا نبدأ نبيتها في مكانها زي ما فكناها. كده زي ما احنا شايفين ركبت في مكانها. نركب مسمار بتاعها اللي هو زي التيلة. ده مسمار زنق بيبقى راكب علشان ما يخليهاش تخرج من مكانها تاني. طبعا نقرب بقى على المسمار بتاعنا ده جامد عشان ده اللي ماسك المفروض عصاية الفتيس بتاعتنا. طبعا كده المفروض انها تمت العملية والحمد لله. كده احنا غيرنا القلسيل وركبنا كاوتشة الحماية ورجعنا كل حاجة زي ما كانت تمام. مفروض دلوقتي ان انا انزل العربية. طبعا طبعا في زيت نزل، انا مش عارف كمية الزيت اللي نزل قد ايه، فالمفروض ان انا هنزل بقية الزيت اللي موجودين عن طريق هنا في طبة هوريها لكم اهي. المسمار ده معرفش باين معاكم، احاول اوضحه لكم. هنا هو اهو المسمار ده مسمار طبة الزيت بتاع الدروبوكس ده. طبعا المسمار ده بيتحل، المسمار ده وقت بنحله دي اقل نقطة للزيت بتاع الدروبوكس. بنحل المسمار ده طبة دي بنصفي طبعا الزيت اللي موجود فيها. المفروض انها بتاخد حوالي 2.5 كيلو زيت تقريبا، الزيت اللي هو 90، زيت 90 ما يبقاش اكتر من كده علشان ما يبقاش حمل على التروس بتاعت الدروبوكس بتاعه. وبنشوف الزيت اللي نزل طبعا سواء هنغيره او هنزود عليه. طبعا يفضل انه يتغير لانه حصل مشيت شوية من غير زيت فطبعا حصل تآكل، فالمفترض ان هو التآكل اللي نزل ده عمل شوية رايش بتاعه، فيفضل ان احنا ننزل الزيت ده ونحط كمية الزيت بتاعتنا الجديدة. واشوفكم على خير وكل تصليح وانتم طيبين. السلام عليكم.